شو عندك اخبار عن سعر الدولار؟ ناس بيقولوا بدو يغلى وناس بيقولوا بدو يعلى، ويلا يا تجار العبوا بالدولار. شو عندك اخبار عن سعر الدولار؟ ناس بيقولوا بدو يغلى ناس بيقولوا بدو يعلى، يلا يا تجار العبوا بالدولار. يا الله يومي الاخبار بتوصل بالشرايط والصحف، عالمية وما حدية اقتصادية ومالية، لكن في اخبار سرية ما بتمنع اطلعها. شو عندك اخبار عن سعر الدولار؟ ناس بيقولوا بدو يغلى وناس بيقولوا بدو يعلى، يلا يا تجار العبوا بالدولار. يا ويلي يا الله دخلك. يومي الاخبار بتوصل بوكالة انباء زيادة أسعار 100%، والسيادة خارجية، لكن في أخبار سرية ما بتتنع على الصحف. شو عندك أخبار عن سعر الدولار؟ ناس بيقولوا بدو يغلى ناس بيقولوا بدو يعلى، يلا يا تجار العبوا بالدولار. لوين ما بعرف. ويا سكرتيرات العب تكتين ويا بتدقوا اخبار العالم، تكشفوا اخبار العالم، اوعوا تحكوا عني شي، انا مدير الوكاله. بيقولوا انه النسوان يمكن انسان طويل، يوم انسوا كل الاخبار بايديكم الحلوين، بقى ثوركم الحلوين، ودوا لي شي رساله، ودوها بشي بريد للحلوه بنت المختار، القاعد بيا بنص الدار، يتاجر ويبيع الدولار، ناسي انه بنت الحلوه اغلى من مليون دولار. دولار دولار دولار. شو عندك اخبار عن سعر الدولار؟ ناس بيقولوا بدو يغلى ناس بيقولوا بدو يعلى، يلا يا تجار العبوا بالدولار. شو عندك اخبار عن سعر الدولار؟ ناس بيقولوا بدو يغلى ناس بيقولوا بدو يعلى، ويلا يا تجار العبوا بالدولار. يومي الاخبار اخبار اخر ساعة، يلا يلا يا شغلي روحوا وزعوا للشرايط عالاخر اخبار الساعة.